وفي الميلان ما لقيتش بحبه. ومناها عرصة ما بعمره بينسها الزين غاب على عيوني وفي الميناء ما لقيت شوفه. يلا كلشي معايا ما تصليو عليك يا رسول الله ايوه
ونشارك مع هاد السي عصام الكفاوي في العيد ديال مدينه العرائش. طبعا عملت واحد فيديو مصور ديال عند الزين عند الحمام بطريقه جبليه. نعم. واش كاين شي اعمال جديده كتفكر انك تخدم عليها؟ ضروري الفنان ديما كيحاول باش يوصل الاغنيه الجبليه كما كل فنان كيوصل ديالو. احنا عندنا واحد المنطقه ديالنا جبليه اللي خصهم يسمعوا واحد الطريقه ربما ديك اللهجه ربما توصل له مزيان ويعرفوا شنو هو عنده الزين بالجبل. وان شاء الله كاين الجديد كنوجه ان شاء الله يا ربي درت شي حاجه جديده. درت صبارة قلبي دابا يحل الله. درت مغرب يا مهمتي في الاسبانيات وحش بلادي ومهمتي الغاليه قلتي المغاربه انا عزيز عليهم فرحوا بيا وعمري ما نساهم. اذا واحد العيطه جبليه تعرفها لنا هي الاولى هي الاولى. أحبابي أصحابي أخوتي وحشكم هزع ليا أخوتي وحشكم هزع ليا ها سيادي وطلبوا الله
يهدي العبد على خاه يخلق اللي سواه يشكر سيدو اللي عطاه ها سيادي وطلبوا الله طلعوا طلب هيزوروا وايه انا واه الشمع وراح الليل ترررن ترررن سي سحلي جوق الاوركسترا ديالك يعني كتشارك لي اول مره في الميراجان شني الطبيعه ديالك والابتسامه ديالك حضر المشاركه الاذاعه اللي ساهمت معنا وحضرت معنا في هذه الليله هذه الثالثه من المره باش شاركت مع الجمعيه ديال السي عبد الصادق الكنفاوي وفرحان بزاف قرب مدينه القصر الكبير كنفرح كنشوف هذا الشيء صراحه الله مستوى وسعيد وفرحان باش انا نشارك معنا الزين العرايش ويحصل لي سنه الحظ مع فنانين كبار مع نجوم وكنتمنى الخير للجميع وانا ديما فرحان وديما نحضر معكم في العرايش. نعم كيفاش كان يعني اللقاء ديالك مع الجمهور ديال العرايش الكبير ديال الله مدينه العرايش ديما في المستوى والشباب ديالها صراحه الله الزين والشباب ديالها هو اللي كينجح الجمهور مدينة عرايش تقريبا انا من هنايا الحمد لله كيفاش تكونت وكيفاش وصلت لمدينة عرايش كنشكرهم بزاف كيفاش كيتساعدوا مع الفنان وكيشجعوني كنشكرهم بزاف كنشكر الصحافه اللي في المهرجانات اللي باقيين شني باقي لك في الموسم ديالك باقي ان شاء الله يا ربي غدا في زواده غدا في مهرجان ديال نور زواده قرب القصر الكبير ديال السينما قطع الله ان شاء الله ربي غدا وباقي الحمد لله عندي في تطوان عندي في العلايش افراح ومناسبات ونتمنى التوفيق للجميع. والمشاركه اللي قدمتي كشكول جبلي يعني غنائي بالاضافه لاغاني اغنيه وطنيه اللي كانت بالمناسبه ديال عيد العرش يعني هذيك الكلمات ديالها واش جدالين يعني اغنيه كانت هي شعبيه وحاولت درت انا سجلتها فايز عندي الشريط ديالها انا مغربي والاصل جبالي ما نرضى بلي يساوني في بلادي من طنجة للقويرة ونشبر بلادي الله يسرك يا سيدنا والعرش العلوي. وهذه بالمناسبة باش تقدم لنا الكاتب الكلمات شكون اللي كيكتب لكم الكلمات ديالكم؟ الكلمات كاين عندنا ناس ملحنين وكاتب الكلمات هذا الشيء هذا كنطوعوا كنشريوه من عند الناس اللي هما كيلحنوا هذا العمل هذا. يعني عندكم بزاف كتاب الكلمات اللي كتعاونوا معاهم. عندنا في الجبال عندنا في تطوان في كازا بزاف. وهذه بالمناسبة باش نذكر الأسماء ديالهم شكون هما؟ كاين السي محمد الحجلي كاين السي توفيق عمور توفيق عمور كاين واحد محسن جمال كاين محمد الرحماني الحمد لله من بزاف ديال كاتب الكلمات والموحدين كنشكرهم كنوصلوا لهم هذه الرساله كنقول لهم شكرا كيشجعونا نتمنوا